المشتركة للشبكة الدولية للحقوق والتنمية ومؤسسة معهد للسلام والتنمية وحقوق الإنسان والمعهد الدولي للسلام والعدالة وحقوق الإنسان، وتشعر بقدر كبير من المسؤولية والاعتزاز البالغ بتهنئة الشعب المصري بمناسبة الانتخابات الرئاسية. إن اكتمال الانتخابات الرئاسية يعد بلا شك خطوة مهمة باتجاه الديمقراطية، ولذا فإننا في البعثة المشتركة نسعد للغاية بكوننا جزء من هذا التحول الديمقراطي وبمساهمتنا في ضمان شفافيته ونجاحه. تلتزم البعثة المشتركة بإعلان المبادئ العالمي للمراقبة الدولية للانتخابات ومدونة قواعد السلوك الأخلاقية لمراقبي الانتخابات الدوليين، على وعلى التزامها بكافة القوانين واللوائح والتقاليد المصرية. راقبت البعثة المشتركة بالفعل اثنان من أصل ثلاث مراحل انتخابية: فترة ما قبل الانتخابات ويوم الانتخابات. واستناداً للنتائج والتحليل التقني، تعلن البعثة المشتركة أن الإجراءات والآليات والعملية التنفيذية الخاصة بالعملية الانتخابية كانت صحيحة وشفافة واتسمت بالنزاهة. واتساقها مع المعايير الدولية، لقد خاض الشعب المصري تجربة فريدة على طريق التحول الديمقراطي، وهذا لا ينفي وجود بعض الأخطاء والملاحظات التي لم تؤثر بالمجمل على نتائج العملية الانتخابية، حيث توصي البعثة وبشدة بتفعيل البند الخاص في الدستور المصري والذي ينص على إنشاء المفوضية الدائمة للانتخابات لتجاوز أي خطأ مستقبلي في مسيرة الشعب المصري الذي قرر الممارسة الديمقراطية بشكل مستدام. تألفت البعثة من 2614 مراقب، 124 دوليين و2490 محليين، انتموا إلى 23 دولة مختلفة من جميع قارات العالم. تابعت البعثة المشتركة للانتخابات التصويت في 10323 مركز انتخابي، بما يمثل 75% من المراكز الانتخابية المنتشرة على أراضي جمهورية مصر العربية. لتحقيق أهدافها والمساهمة في تطوير نظام التصويت في مصر، فإن البعثة المشتركة ستصدر تقريرها الأولي والذي يتضمن التوصيات خلال 48 ساعة من الآن، كما أنها ستصدر تقريرها النهائي في غضون شهر إلى شهرين، وذلك بعد متابعة مرحلة الطعون على عملية الانتخابات. وستبقي البعثة على بعثة مخلصة لمتابعة مرحلة الطعون. في البدء فإن البعثة المشتركة تتشرف بتقديم المقترحات التالية والتوصيات إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية: أولاً، التنظيم بطريقة أفضل للتنسيق والاتصالات بين القضاء والجيش والشرطة في المراكز الانتخابية لضمان سير العمليات بطريقة واضحة وسلسة، خاصة عند الافتتاح والإغلاق. ثانياً، ضمان الإعلام بطريقة أفضل عن تثقيف المواطن على التلفزيون والراديو وخصوصاً الأميين، حيث أوضح كثير من القضاة بأن الناخبين الأميين كانوا عاجزين عن التصويت في بعض الأحيان لعدم توفر الوسائل اللازمة لمساعدتهم على التصويت. التقييد والتنفيذ بطريقة أفضل باللوائح المتصلة بنشاطات الحملات في يوم الانتخابات، وذلك داخل وخارج ومحيط المراكز الانتخابية، لتشجيع مشاركة أكبر عدد ممكن من الناخبين المصريين في المستقبل. فإننا نوصي في النظر بإمكانية إضافة فئة أرفض كل المرشحين على بطاقات الانتخاب في المستقبل. تأمل البعثة المشتركة في أن تكون مساهمتها داعمة لتطور مصر وانطلاقها نحو التحول الديمقراطي. نتمنى الازدهار
والاستقرار لمصر باعتبارها الدولة التي تؤثر على مستقبل منطقة الشرق الأوسط بأسرها. إنني باسمي وباسم كل من في القاعة أتقدم بالشكر الجزيل لأعضاء البعثة الدوليين والمحليين الذين واصلوا الليل بالنهار على مدار شهر كامل من العمل، وفي النهاية 3 أيام متواصلة لم يكن فيها النوم أكثر من ساعة، من أجل متابعة هذا الاستحقاق الرئاسي المهم.